الفيديو ده بقى قررت ان انا اخدكم معايا المطبخ. بقالي فتره مش عارفه اصور لكم ميك اب كتير بسبب ابني وبسبب ظروف البيت والحياه، زي ما انتم عارفين اي ست بنت بتبقى فاهمه الكلام ده كويس جدا. فقررت ان انا اخدكم معايا بقى في المطبخ، هعمل لكم وصفه بعملها لتاني مره النهارده. الوصفه دي من حلاوتها وشكلها وفي الاخر النتيجه البيرفكت اللي بتطلع منك، محدش هيصدق ان الحاجه دي انت عاملاها بمنتهى السهوله في 5 دقايق. اللي ما يعرفنيش انا من الناس اللي بكره اي حاجه بتاخد وقت طويل ومجهود طويل وخطوات كتيره، فنفسي اعمل كل اكلاتي تبقى عباره عن خطوه خطوتين واخلص. وطبعا انا حد بحب اعمل حلويات وبحب اعمل وصفات كتيره جدا، فمن حين لاخر بحب اعمل حاجه حلوه تكون في التلاجة. طبعا وصفه النهارده انتوا اكيد عارفينها من عنوان الفيديو، بس الوصفه دي الجديد فيها ان انا هعملها بطريقه محدش عملها قبل كده، طريقه سهله من دماغي انا، ما بصيتش في ولا فيديو بصراحه ولا شفت مقادير ولا اي حاجه. انا بوظت تشيز كيك قبل كده بالهبل، جربت الطريقه الاقتصاديه اللي هي فيها زبادي وكريم كراميل والكلام ده، جربت الطريقه اللي فيها قشطه معلبه، جربت الطريقه اللي بتعمل فيها بيض وتخش الفرن. بصوا ما سبتش طريقه تشيز كيك الا عملتها وكانت مش حلوه زي اللي بدوقها بره، وقوامها ما بيبقاش تقيل وماسك نفسه كده زي القطع اللي بتتباع بره خالص، كل مره بيبقى فيها عيب. انا صدقت بصراحه زهقت وقلت خلاص، بصوا هو التشيز كيك دي عباره عن ايه، كذا وكذا وكذا، طب انا هحطهم على بعض واشوف بقى النتيجه هتطلع عامله ايه. وبالفعل عملت الطريقه دي وطلعت رهيبه رهيبه، وبجد كل اللي دقها ما صدقش ان دي معموله بالسهوله دي. فالنهارده اشارك الوصفه دي معاكم واقول لكم بعملها ازاي، لعل وعسى حد فيكم يبقى بيتلخبط زيي او حابب يعمل حاجه حلوه سريعه وفي نفس الوقت إليجنت وشيك وتتقدم للضيوف، بتبقى حاجه بجد يعني شيك جدا ان انت تقدميها للضيوف. عايزه اقول لكم ان التشيز كيك اللي عاملها النهارده خفيفه جدا، مش اللي تاكليها وتتكتمي مع اول قطمتين، كمان سكرها مظبوط تستحمل انك تحطي اي صوص فوقيها بقى نوتيلا تشوكليت كراميل، مش هتسكر وتبقى رخمه قوي معاكي، لا هي سكرها مظبوط تستقبل اي صوص فوقيها. طبعا انا هقول لكم المقادير والطريقه وكل حاجه وانا بشتغل، وهقول لكم بديل كل حاجه ايه، بحيث لو الحاجه دي مش متوفره عندكم هتبقوا عارفين، وكمان هقول لكم الحاجه دي بالاسعار، وهقول لكم في الاخر دي بتكلفني كام توتال، ويعني تقدروا ازاي تقللوا من التكلفه دي. وطبعا هقول لكم كل حاجه هستخدمها بالاسعار، واقول لكم ايه البديل عنها لو الحاجه دي مش متوفره عندكم او سعرها مش مناسب ليكم، هقول لكم البديل عنها ايه واحنا بنشتغل مع بعض. ما تنسيش تضغطي لايك للفيديو وتعملي اشتراك تحت وتفعيل الجرس اللي جنب كلمه اشتراك، وسيبي لي تعليق تحت برايك في الفيديو، هل حابين ابدا اوريكم شويه وصفات صغيره سهله وسريعه، دي هتكون ميزه اي حاجه هنزلها لكم ان هي هتكون سهله وسريعه وتنفع البنات اللي هي ما بتفهمش في المطبخ قوي او ملهاش في المطبخ والطبخ والحاجات دي عامه وخلقها ضيق زيي. هل حابين النوع ده من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات، ولو مش حابينه ومش عايزيني اعمل الكلام ده وعايزيني التزم بالميك اب بس فبرضه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يلا بينا نخش الفيديو. بصوا بقى تعالوا نقول المقادير مع بعض. اول حاجه انا هستخدم نص كيلو اللي هي 500 ملي من كريمه الخفق، اي نوع انتوا عايزينه، دي الحاجه الوحيده اللي مش هينفع نجيب لها بديل، دي اهم حاجه لازم تتجاب، يعني مش هتعرفي تلاقي لها بديل رخيص، فمحتاجين ال 500 ملي دي بتبقى ب 50 جنيه من اي طبعا سوبر ماركت تقدري تجيبيها، وخلي بالك تبقى كريمه خفق مش كريمه طهي، لان دي اللي بتتضرب، الطهي الثانيه ما بتتضربش. بعد كده هنستخدم اي نوع جبنه بالقشطه، انا استخدمت النهارده كيري، بس انا المره اللي فاتت كنت مجرباها بجبنه سايبه، قولي لاي حد بتاع اجبان اي محل البان عايزه كريم تشيز او جبنه بالقشطه تكون سايبه عادي، دي بتبقى الكيلو كله اصلا ب 30، فانت لو جبتي 500 جرام اللي هو نص كيلو بالظبط هوقف عليكي ب 15 جنيه. انا المره اللي فاتت كنت عاملاها بالجبنه السايبه دي وكانت طعمها تحفه وممتاز وكانت بصراحه فظيعه. المره دي حصل ظروف معرفتش انزل اجيبها، فاضطريت اجيب حاجه من السوبر ماركت فما كانش عندهم، فجبت الكيري. فطبعا اللي مش لاقيها زي هيجيب الكيري، وطبعا يعني الطعم بيبقى يعني انضف شويه وبيبقى احسن شويه، بس للي عايز يستبدلها بالتانية برضو كانت ممتازه وتحفه جدا، وطبعا اقل في التكلفه كتير. انا كنت جايبه العلبتين دول لان كل واحده 200 جرام، دول هم دول بالظبط، بس دي سايله شويه عنها، ودي 100 جرام، فجبت الثلاثة دول عشان يعملوا لي 500 جرام في الاخر اللي هم نص كيلو. المهم تجيبي نص كيلو جبنه ونص كيلو كريمه خفق. بعد كده هستخدم لقعده التشيز كيك دي بسكوت الدايجستيف، ده البسكوت ده نوعه ديما تقريبا، هو ده الواحده من دي كانت ب 5 جنيه، انا جبت منها 4 عشان يعني تكفي قعده التشيز كيك. انا هعمل في صينيه تقريبا مقاسها 26 اللي هي تتفتح من الجناب، هوريها لكم طبعا دلوقتي واحنا بنعمل كل حاجه. بعدين اخر حاجه هستخدمها هي
تلات ارباع كوباية من السكر البودرة. انا مجهزاه عشان نبدأ على طول شغل مع بعض. تعالوا مع بعض يلا نشوف هنعمله بصوا ايه. بقى، اول حاجه هاخد الكريمه دي اول خطوه. انا طبعا عندي عجان، لو ما عندكوش عجينه تستخدموا المضرب اللي هو الكهرباء، او لو ما عندكوش مضرب كهرباء تستخدموا المضرب اليدوي العادي خالص اللي هو زي ده كده، بس طبعا هتضربوا زياده شويه يعني لحد ما يوصل للقوام اللي هوريه لكم. تمام، هبدا دلوقتي ان انا اضرب الكريمه دي لحد ما تبقى بالقوام اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا دلوقتي انا خلصت ضرب خلاص، وهوريكم شكلها عامل ازاي، واوعوا تغلطوا غلطتي وتضربوها زيادة عن اللزوم عشان ما تتحولش الزبدة. بصوا شكلها عامل ازاي، ماسكة نفسها جدا، لو عملتوا كده متتقلبش اصلا. بس خلي بالكم ان انتوا اول ما توصل للمرحلة دي تفصلوها فورا، لانها تك كمان وهتتقلب زبدة على طول، والموضوع يبوظ منكم وحرام، لان دي تبقى اغلى حاجة في الشيز كيك. فخلي بالكم جدا من الضرب، اول ما تحسوا انها مسكت نفسها خلاص وقفوا ضرب فورا. دلوقتي هشيل الكريمة دي على جنب وهبدأ دلوقتي نكمل الطريقة مع بعض. طبعا مش محتاجين تنضفوا اي حاجة من نفس البولة، هتبدأوا تفضوا فيها الجبنة كلها. دلوقتي انا فضيت الجبنه كلها في نفس الطبق، وهبدا دلوقتي احط عليه السكر البودره كله وهضربهم مع بعض تاني. الجبنة والسكر اتضربوا كويس، هبدأ ارفع الميكسر بتاعي. وهحط عليه كمية الكريمة اللي احنا ضربناها في الاول. كده خلاص اتضربوا معانا، زيادة التأكيد بس هنجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان خاطر لو في اي حاجة نتأكد ان احنا دمجناها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده دايما العجان ده للأسف يعني بيسيب حاجات تحت وبيسيب الجوانب، فنتأكد بايدينا ان كله اتخلط. طبعا في المرحله دي بتدوقوا سكره، ولو حسيتوا ان انتم محتاجين سكر اكتر من كده بتزودوا السكر. اللي انا حطاه ده اللي هو كوبايه الا ربع، ده سكر مظبوط جدا، فلو انتم حابين تزودوا دي حاجه بتاعتكم. كده هي خلاص خلصت، انا بعمل خطوه تاكيديه علشان خاطر تمسك كويس جدا ويبقى شكلها في النهايه مظبوط جدا في التقطيع. هوريلكم انا بعمل ايه. دول معلقتين ونص كبار جيلاتين باودر زي ما انتم شايفين كده، هحط عليهم بس يا دوبك كده معلقتين ميه مغليه. زي ما انتوا شايفين كده هبدا اقلب. واللي اول مره يستعمل جيلاتين ما تقلقوش خالص، هو ريحته شويه كده غريبه، بس هي لما بتتحط على
على الميكس ده، مش بتغير لا طعمه ولا ريحته ولا لونه ولا اي حاجة. وهنجيب مصفى صغيرة زي دي وهنعمل كده بس كده. بسرعة بقى تقلبوا الجيلاتين اللي نزل ده. ده بيبقى قوام الكريمة النهائي. بصوا هنعمل مع بعض بسرعة جدا الطبقة اللي تحت ونحطها على طول. فرمنا البسكوت هنا كويس جدا، اخدت بس 3 بواكي، ما استخدمتش باقي كمية البسكوت، في بسكوت لسه متبقي. فكده هتستهلكي ب15 جنيه بسكوت بس. ده كده بعد ما اتفرم هاخد نص كوباية من الزبدة سيحتها في الميكرويف وهبدأ اضيفها، هشوف هو عايز لحد فين، يعني مش هضيف كله، انا هبدأ كده بالعين اقلب واشوف هو امتى. بصوا بقى القوام ده، ده غلط لو عملتوه كده ودخلتوه، انا بوظته قبل كده بالطريقة دي، وكنت لما اجي اقطعه بقى خلاص ما بيتقطعش، بقى حجر، يعني الزبدة لما امتزجت مع البسكوت بزيادة قوي واتعملت خلاص تحت الشيز كيك او تحت اي حاجة عامة حلوة هتعملوها، بتبقى صعبة جدا في التقطيع بعد كده، لو سقعت في التلاجة خلاص، لان هي طبيعي اي حلويات بتتشال في التلاجة، فبتبقى صعبة جدا في التقطيع، فتبقى زي الرملة لكن ما تبقاش عجينة، ما تبقاش عاملة زي السريلاك ولا تبقى عاملة زي البسبوسة، لا تبقى مرملة. خدوا بالكم من الخطوة دي عشان انا غلطت فيها، واكيد اي حد لسه اول مرة يعملها او مش متعود عامة على الصنف ده ممكن يغلط في الحتة دي ويطلع البسكوت قوامه جامد ناشف قوي. انا كده طبعا ده ممتاز جدا جدا. بصوا زي ما بقول لكم ايه، زي رملة البحر كده بيوصفوه، يقولوا زي رملة البحر بالظبط كده. في ناس طبعا بدل خطوة الزبدة بيضيفوا مية او لبن لحد ما يخلوه برضو مندي كده، بس الزبده بتديله طعم اكتر، يعني ده في رايي. تقدروا تستخدموا زبده اي نوع زبده، انا مستخدمه فرن دلوقتي، جميله جدا بصراحه في اي حلويات يعني، وبتدي نكهه حلوه. تقدروا تستخدموا زبده نيوزلندي، اي نوع، لور بارك بقى، اي حاجه. وبدل البسكوت ده، مع انه طبعا يعني مش شايفاه غالي، بس بدل منه ممكن تستخدموا بسكوت الشاي العادي، بسكوت ماري اللي هو الساده، اي بسكوت ساده، بسكوت اولكر، اي بسكوت تلاقوه قصادكوا ساده هاتوه، بس يفضل ما يكونش فيه زبده كتير يعني. وطبعا احسن طعمه الطعم الاصلي للتشيز كيك بتعمل بسكوت النخاله اللي هو الدايجستيف، بيكون طعمه ليه طعم كده مميز بيخلي التشيز كيك احلى طبعا. دلوقتي انا خلطت خلاص الكميه كلها، هبدا بقى ان انا احطهم في الصينيه. دلوقتي هحط فيها البسكوت، هسويها كويس جدا باي كوبايه بايدك باي صينيه اي طبق اي حاجه، وبعد كده ارجع لكم تاني. سويتها كده في الصينيه بايدي عادي، طبعا زي ما انتم شايفين بقيت كميه الزبده ما استخدمتهاش، مش محتاجينها. هبدا دلوقتي ان انا احط الخليط اللي عملناه في الاول. هجيب دلوقتي معلقه وهبدا اساوي بس سطحه كده. طبعا يا جماعه اللي ما بيحبش الجيلاتين ممكن يستغنى عنه، بس هي الجيلاتين بيديله قوام يعني ماسك نفسه جدا، يعني انت عرفت تقطعي براحتك وما تقلقيش بقى، يعني لا تنجح ولا تفشل، لا بتبقي ضامنه ان انت هتطلعي تشيز كيك شكلها حكايه بصراحه. دي كده هدخلها التلاجة تقعد ليلة كاملة، ما تطلعهاش من التلاجة مش اقل من 4 أو 5 ساعات. دي كده هدخلها احنا بالليل، هطلعها الصبح وهبدأ اقطعها. طبعا هوريكو وانا بقطعها، هوريكو هتبقى عاملة ازاي، وانا بحط الصوت عليها برضو هتبقى عاملة ازاي.
ده يا بنات كده شكلها لما طلعتها تاني يوم. ده كان تاني يوم بس بالليل بقى، لان انا الصبح جالي ضيوف فطلعت لها يعني طلعتها للضيوف. بصراحة زي ما انتوا شايفين كده يا نص الصينية اصلا خلص من حلاوتها، اتنسفت بصراحة، محدش رجع منها سنتي. خفيفة جدا ومتماسكة، قوامها زي بتاعها بره بالظبط، عارفين كأنكم بتقطعوا ايس كريم بس ايس كريم هش كده وخفيف، هو كده كان نفس القوام. طبعا طبقة البسكوت اللي تحت دي انتوا تقدروا تتحكموا فيها، انتوا عايزينها زيادة او اقل على حسب. في ناس بتحب طبقة البسكوت كبيرة وفي ناس بتحبها صغيرة، انا عاملاها يعتبر وسط، لا رفيعة قوي ولا كبيرة. زي ما انتوا شايفين بصوا التقطيع اصلا مظبوطة جدا ازاي، لا في حاجة داخلة للبسكوت جاية عليه كريمة ولا اي حاجة، الحاجة مظبوطة بالملي. دي كده شكل الخرطة لما بتطلع، ما فيش حاجة بتيجي الناحية التانية، البسكوت متماسك وفي نفس الوقت سهل وانتي بتقطعيه بالشوكة عشان يعني تاكليه، مش جامد ولا ماسك نفسه بطريقة زيادة. زي ما انتوا شايفين كده سكره مظبوط قوي قوي قوي، يعني يستقبل اي صوص مسكر من فوق عادي جدا. ده هنا كان صوص بلو بيري اللي هو التوت الازرق، في ناس كتير بتحبه لان هو طعمه حامض شوية كده، حطيت شويه كتير من فوق وسويتهم بالمعلقه وبقى ينزل من الجناب كده زي الصوص الخفيف. ممكن طبعا تحطوا صوص فراوله، ممكن تحطوا كراميل، هنا انا ده نوتيلا سيحتها شويه في الميكرويف وعملت بيها زي خطوط كده فوق التشيز كيك، ممكن تقدموها سايده اصلا. ممكن بقى صوص زبده اللوتس، ممكن كمان تحطوا من فوقيها زي ما قلت لكم ايس كريم اي نوع، فانيليا او شوكليت بس يفضل فانيليا، ممكن تحطوا كراميل، اي حاجه اي حاجه هتمشي. ده هنا شكل اللي بالتوت، هي ده عشان الصوص ده خفيف شوية فنزل من الجناب. بصوا ممكن تحطوا عليها اي صوص انتوا بتفضلوه في الدنيا، ممكن تقدموه سادة كمان، بجد في منتهى الروعة. هنا ده كده شكلها وهي بتقطع بالشوك، اظن شايفين قد ايه سهلة اصلا في التقطيع، ومفيش حاجة مفرولة، مفيش حاجة بتقع، نفس القوام بالظبط بتاعت برة. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، كان سهل جربوه، قولوا لي تطبيقكم تحت اخباره ايه وطلعت معاكم عامله ازاي، ولو انتوا بتعملوا التشيز كيك بطريقه مختلفه برضو شاركونا بيها وخلينا كلنا نستفاد. اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، واكتبوا لي كومنت تحت برايكم، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.